روسيا تسقط طائرة حربية روسية في ريف اللاذقية. فلسطيني يدهس 4 إسرائيليين في الضفة. وكاري يصف العمليات الفدائية بالإرهابية. طاب يومكم. قرع طبول الحرب بين أنقرة وموسكو بعد اشتباك بينهما في الجو إثر إسقاط تركيا طائرة حربية روسية في الأراضي السورية قرب الحدود التركية. مسؤول عسكري تركي قال إن الطائرة انتهكت المجال الجوي التركي وإنه جرى إسقاطها بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة، إلى أن جاء أمر إسقاطها من رئيس الوزراء داود أوغلو الذي باشر مشاورات مع الناتو والأمم المتحدة بشأن التطورات على الحدود، وقرر الحلف عقد اجتماع استثنائي اليوم بناء على طلب تركيا. في المقابل أكدت موسكو أن الطائرة لم تنتهك الأجواء التركية وأنها تمتلك إثباتا على ذلك. وقال المتحدث باسم الكرملين أن إسقاط الطائرة واقعة خطرة للغاية، لكن من السابق لأوانه استنباط النتائج. ومن المتوقع أن يقدم الرئيس فلاديمير بوتين تقييمه للحادث بعد قليل، فيما ألغى وزير الخارجية سيرغي لافروف زيارته التي كانت مقررة غدا إلى تركيا. أما مصير الطيارين فقد تضاربت المعلومات بشأنه، ففي حين أعلنت جماعات مسلحة أسر أحدهما ومقتل الثاني، أكدت مصادر أخرى أن أحدهما فر إلى منطقة يسيطر عليها الجيش السوري. محليا علق النائب وليد جنبلاط على الحادثة بقوله: يبدو أن الحرب الباردة فوق روسيا أو في سوريا بدأت تتفاقم. أسقطت طائرتان حربيتان تركيتان من طراز F-16 طائرة حربية روسية في جبل التركمان في ريف اللاذقية بذريعة خرقها الأجواء التركية بحسب ما أفادت وكالة الأناضول. وأقرت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط الطائرة وهي من طراز سوخوي 24 بقصف من الأرض، لكنها نفت بشكل قاطع أن تكون قد انتهكت الأجواء التركية، مؤكدة أن طياريها تمكنا من القفز منها ولا يزال مصيرهما مجهول. ولفتت إلى أن الطائرة كانت على ارتفاع 6000 متر، مشددة على أنها كانت طوال تحليقها فوق أراضي سوريا فقط، وهذا ما سجلته وسائل المراقبة الإلكترونية. من جانبها ادعت هيئة الأركان التركية أن إسقاط الطائرة جاء بعد اختراقها للأجواء التركية وتجاهلها إنذارات عديدة من قبل سلاح الجو التركي. وفور وقوع الحادث استمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تقرير من قائد القوات المسلحة وأجرى اتصالات هاتفية مع عدد من الجهات، فيما أجرى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مشاورات مع رئيس هيئة الأركان ووزير الخارجية التركي. وقررت أنقرة إبلاغ حلف شمال الأطلس الناتو والأمم المتحدة بالتطورات على الحدود. وقالت وزارة الخارجية أنها ستتخذ المبادرات اللازمة لدى حلف شمال الأطلس والأمم المتحدة على مستوى الدول المعنية بتعليمات من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، فيما أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقدم تقرير اليوم بشأن إسقاط الطائرة. وذكر مصدر عسكري تركي لوكالة رويترز أن الطائرة أسقطت وفقا لقواعد الاشتباك بعدما تجاهلت التحذيرات بالابتعاد عن المجال الجوي التركي. وأعلن الجيش التركي بدوره في بيان أنه جرى تحذير الطائرة 10 مرات خلال 5 دقائق لكنها لم تستجب. ورصدت كاميرا الأناضول لحظة سقوط الطائرة في باير بوجاق الواقعة مقابل بلدة يايلا داغي في ولاية هاتاي جنوب تركيا، حيث سجلت لحظات قفز الطيارين من الطائرة بمظلتهما بعد سقوطها. وتضاربت الأنباء حول مصير الطيارين، فيما ذكرت قناة CNN تركيا أن عناصر تركمانية أسرت أحد الطيارين. أكدت مصادر أخرى أن أحدهما قتل والآخر جرى أسره.
في وقت كانت تحتفل مدن سورية عدة بعودة المقاتلين الذين كانوا محاصرين في مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي، اخترقت قوات الجيش السوري والفصائل التي تؤازره تحصينات داعش في ريف حمص الشرقي الجنوبي واستعادت السيطرة على قرية مهين. وتابع الجيش السوري تقدمه نحو مدينة تدمر التي تنتظر معركة كبرى بعد تدخل سلاح الجو الروسي ومؤازرته لعمليات الجيش السوري. مصدر عسكري قال إن سيطرة الجيش السوري على مهين وتقدمه نحو تدمر جاء بعد عملية عسكرية واسعة ودقيقة، موضحا أن الهجوم البري لقوات المشاة جاء بعد تمهيد مدفعي وجوي شارك فيه سلاح الجو الروسي الذي أرسل 4 طائرات حربية و8 طوافات هجومية قامت بتمهيد الأرض للقوات الراجلة. دعا رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة جبهة النصرة إلى فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة إثر الاعتداءات الدموية التي شهدتها دول عدة في الأسابيع الأخيرة. وأكد خوجة أن الائتلاف تلقى دعوة شفهية لحضور مؤتمر الرياض الذي قد يعقد الشهر المقبل. أجدد دعوتي لجبهة النصرة أن تعلن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، وأدعو الثوار السوريين الشرفاء في هذا التنظيم إلى العودة إلى المظلة الواسعة للثورة السورية وتجنيب البلاد المزيد من الدمار. وزير الخارجية جبران باسيل يقول إن الضربات العسكرية وحدها لن تتمكن من استئصال الجرثومة الإرهابية. لقد كنا أول من نادى بضرورة قيام حلف دولي واحد موحد في وجه الإرهاب المعولم، فشاركنا في التحالف لضرب الإرهاب وطالبنا بعدم استثناء أحد منه، ولم تفلح الجهود بالمفرق لوقف السرطان فنادينا بتحالف الحلفين. وهل علينا انتظار استهداف المزيد من الضواحي والأبرياء ولإنتاج القنابل القذرة لكي نتحد دوليا بالتعريف والتطبيق في استهداف كل الإرهابيين؟ ومع ذلك فإن الضربات العسكرية وحدها لن تتمكن من استئصال الجرثومة الإرهابية التي تتغذى من بطون البعض وتفتك في عقول البعض الآخر، بل يتوجب مكافحة شبكات التمويل الإرهابية التي تغطيها مصالح مجموعات ودول، كما يتوجب مقارعة الخطاب الرجعي التكفيري بلغة المنطق والتنور، كذلك يتوجب متابعة الجهد القضائي لمحاكمة داعش وأخواتها لما تقترفه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. دهس 4 من عناصر حرس الحدود جنوبي نابلس. أصيب الفلسطيني عزمي سهل نفاع البالغ 21 عاما بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية بدعوى دهسه 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كبير. ونقلت وكالة معا أن شابا فلسطينيا كان يستقل سيارة أقدم على دهس 4 من عناصر ما يسمى حرس الحدود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم مقدم يدعى ساغان ألوف، كانوا يقفون على حاجز زعترة، مشير إلى أن الجنود أطلقوا النار على الشاب ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل، مشيرة إلى أن هذه القوات اعتقلت الشاب الجريح ونقلته إلى المستشفى. ونفاع من مدينة جنين شمالي الضفة، وهو طالب في كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية، وقد اتصلت قوات الاحتلال بوالد الشاب الجريح وطلبت منه الحضور إلى معسكر سالم قرب جنين. وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال شابا فلسطينيا بالقرب من مباني الأمة في القدس المحتلة بذريعة محاولة طعن. من جهة ثانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الاثنين الثلاثاء غارة على موقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كاري يلتقي نتنياهو ويدين الهجمات الفلسطينية.
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بداية لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يدين الهجمات الفلسطينية، وهو وصفها بالإرهابية، واعتبر أن لإسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها أمام ما سماها الهجمات الإرهابية على مواطنيها. لا ينبغي لأي شعب في أي مكان أن يحيا مع عنف يومي وهجمات في الشوارع، وواضح لنا جدا أن هذه الأعمال الإرهابية جديرة بكل تنديد. وأنا حضرت إلى إسرائيل لأبحث في الطرق التي بالإمكان من خلالها العمل سويا من أجل صد الإرهاب والعنف ورسم طريق للتقدم وإعادة الهدوء. من جانبه اعتبر نتنياهو أنه لا يمكن أن يسود السلام عندما تجري هجمات إرهابية، وأضاف أن العالم شهد هجوما من جانب الإسلام المتطرف، وإسرائيل تحارب هذه القوى بصورة مباشرة، وكذلك تحارب مصادر التحريض بصورة غير مباشرة. وسيلتقي كيري الرئيس الإسرائيلي قبل أن يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيغادر فلسطين المحتلة مساء الثلاثاء. مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى هذا اللقاء الذي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالملك عبد الله الثاني. هذا اللقاء يجري في سوتشي ويجمع العاهل الأردني إذن إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلم أنها حرب نشترك فيها أنا وأنتم وبلداننا وكثير من الدول الأخرى، ونعتزم على الفوز فيها. ومجددا إنها فرصة لكلنا مع المجتمع الدولي أن نجتمع ونتوحد في هذه المعركة مع تنسيق الجهود. ومجددا أذكر العلاقة الرائعة بين بلدينا وبيني وبينكم سيدي. منذ سنوات علاقتنا تتعزز وتصبح أقوى فأقوى، وشكرا لكم على لقائنا الرائع اليوم ودعوتكم. Наши отношения уже развиваются в течение длительного времени, и у нас формируется на самом деле прочный фундамент для взаимной работы. Поэтому я высоко ценю каждый раз то время, которое вам уделяется, особенно сегодня, в столь сложное время для вас. Ваше Величество, спасибо большое. شكراً لحضراتكم. Спасибо вам за слова соболезнования. شكراً للكلمات في التعزية. В том числе. وبما في ذلك. Крушением нашего военного. بصدد سقوط طائرتين الحربيتين الروسيتين. Это событие выходит. هذه الأحداث تخرج من إطار المعركة العادية مع الإرهاب وضد الإرهاب، ومن الطبيعي أن عسكريين يقومون بمكافحة الإرهاب ويضحون بحياتهم ولكن ضحايا اليوم فهي متعلقة بالضربة التي جاءتنا بالظهر من المتعاونين مع الإرهابيين. ولا يمكنني أن أسمي ما جرى اليوم بشكل آخر. طائراتنا جرى قصفها فوق الأراضي السورية باستخدام صواريخ جو جو من قبل الطائرات التركية، وقعت الطائرة على الأراضي السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود التركية. كانت موجودة في الجو على ارتفاع 6000 متر وعلى بعد كيلومتر واحد من الحدود التركية. وفي أي حالة من الأحوال فإن طيارينا وطائراتنا لم تكن تهدد ولا بأي شكل التركية.
فهذا أمر واضح تماما، وهم كانوا يقومون بعملية ضد داعش. وأماكن هذه العملية كانت في مناطق جبلية حيث يتمركز المسلحون والإرهابيون الذين كانوا قد خرجوا من روسيا الاتحادية وقاموا بتنفيذ مهماتهم الأساسية بتوجيه الضربات الوقائية ضد الإرهابيين لحماية روسيا. وهؤلاء أيضا يجب أن نظر إليهم كإرهابيين دوليين. ونحن منذ فترة كنا قد حددنا أن وأثبتنا أن هناك كميات كبيرة من المواد النفطية والنفط التي يجري إرسالها إلى تركيا عن طريق هؤلاء الإرهابيين. ومن هنا فهناك أموال كبيرة تأتي إلى هذه المجموعات الإرهابية. والآن نحن نرى ضربة في الظهر من قبل لأننا نكافح الإرهابيين، وهذا مع أننا وقعنا مع الأمريكيين الشركاء عن الحوادث في الجو. وتركيا كما تعرفون في صفوف أولئك من أعلنوا بأنهم يحاربون الإرهابيين ضمن التحالف الأمريكي. With the United States, and as we know, Turkey was among the ones who announced that it joined the US-led coalition in their fight against terrorism. Если у них у ГИЛ такие деньги, а счет في حال لدى داعش أموال كبيرة، وهناك مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات من الدولارات من قبل بيع النفط لتركيا. Stood at the level of tens of hundreds of millions, I mean billions of dollars coming from illicit oil proceeds. Plus, إضافة إلى هذا، فلدى داعش حماية من قبل قوات دول عدة. فمن المفهوم حينها لماذا يتصرف أولئك بشكل شرس ووحشي. ولماذا يضربون الناس ويعذبونهم بشكل وحشي؟ ولماذا يقترفون الإرهاب حول كل العالم بما في ذلك في دول أوروبية وغيرها؟ إننا سنحلل بالطبع كل ما جرى. والحدث المأساوي اليوم سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الروسية التركية. تعاملنا مع تركيا دائما ليس فقط كجار بل كدولة صديقة. لا أعرف من أراد أن يحصل ما حصل، ليس لنا بالتأكيد. وعوضا عن الاتصال بنا على شكل فوري، فبحسب ما نعلم فإن الطرف التركي توجه إلى شركائه في الناتو. لبحث هذه المسألة وهذه الحادثة، وكأننا نحن من قمنا بإسقاط طائرة تركية ولم تسقط طائراتنا نحن. ماذا؟ هل يريدون وضع الناتو لخدمة داعش؟ أفهم بأن لدى كل دولة مصالحها الإقليمية ونتعامل مع ذلك باحترام، لكننا لن نتحمل أبدا أن تحصل جرائم من هذا النمط كما حدث اليوم.
وبالطبع نعول على أن المجتمع الدولي سيجد القوة في نفسه ليحارب الشر الكامن. بهذا الصدد نعول جدا على عمل الدول بشكل فعال في المنطقة. ومسرورون بزيارتكم سيادة الملك، وسنتابع العمل مع خبرائكم وقواتكم الخاصة والعسكريين، كذلك مع الخبراء من دول أخرى. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، هذا كان الرد الأول أو التعليق الأول من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما حصل اليوم من تطور خطر على الحدود التركية السورية. وهو قال أبرز ما قال بوتين إن ضربة اليوم جاءت في الظهر من المتعاونين مع الإرهابيين في اتهام واضح ومباشر إلى السلطات التركية. قال أيضا إن كل ما جرى ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات الروسية التركية، وتساءل ما إذا كانوا يريدون وضع الناتو في خدمة داعش. وقال إنه يتفهم مصالح الدول الإقليمية، لكن لن نتحمل أن تحصل جرائم كالتي حصلت اليوم. نتابع النشرة. استقبل وزير الأشغال غازي زعيتر في مكتبه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكن، وجرى البحث في تطوير العلاقات في مجالي النقل والطائرات. زاسبيكن شكر زعيتر على الجهود التي قام بها في مجال التعاون من أجل ضرب الإرهاب، وقال زعيتر لقد سجلنا تطابقا كاملا في تطوير وتعزيز العلاقات التي تخص البلدين الصديقين، مثنيا على ما يقوم به الاتحاد الروسي من أجل ضرب الإرهاب الذي يعم العالم. مياومو الكهرباء يعودون إلى الشارع ملوحين بتصعيد تحركهم. كهرباء لبنان وجبات الإكراء اعتصاما أمام مبنى الشركة حيث قطعوا على أوتوستراد كورنيش النهر مطالبين باسترجاع حقوقهم. جينا اليوم نحن المياومين والجبات لنأكد على وجعنا اللي عم نعانيه من أكثر من 20 عام نحن بمؤسسة كهرباء لبنان لحين ما أقر مشروع قانون التثبيت وكان برعاية دولة الرئيس نبيه بري، وإذ نتفاجأ بالانقلاب على الاتفاق السياسي، وهيدي بادرة ابتدأت بأنه إخواننا الناجحين بفائض 4-1-4-2 ما أخذوهن. هذا أول دليل على الانقلاب على الاتفاق السياسي. وموضوع الفئة الخامسة اللي نحن بتشكل عصب المؤسسة وعدد 1200 عامل يعملون في مؤسسة كهرباء لبنان في أقسام الصيانة والجباية وكافة الأقسام، هودي عصب المؤسسة مصيرهم مجهول. يعني إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة تسعى للتجديد للشركات مما ينهي قضية المياومين. الفئة الخامسة اللي نحن منشكلها صار مصيرها مجهول. جينا اليوم بعد ما عدة مطالبات وعدة زيارات لم نحصل على نتيجة، فاضطررنا للنزول إلى الشارع. في حال لم صوتنا لم يصل حتشوفوا أكثر، وسيفاجئكم اليوميين بأشياء لم يتوقعها أحد. وإذ شدد المعتصمون على أحقية مطالبهم، ناشدوا المعنيين وفي مقدمتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري التدخل لحل مشكلتهم وأخذ حقوقهم المشروعة بالقانون. اتفق الرئيس سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملاط على بذل الجهود لإيجاد تسوية وطنية جامعة، وذلك خلال لقاء جمعهما في مقر إقامة الحريري في باريس بحضور الوزير وائل أبو فعور والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والمستشار نادر الحريري. وأوضح بيان المكتب الإعلامي للحريري أنه جرى الاتفاق خلال لقاء على ضرورة بذل كل الجهود لإيجاد تسوية وطنية جامعة تحفظ ميثاقنا الوطني وتكرس مرجعية اتفاق الطائف وتعالج بداية أزمة الشغور الرئاسي وتضع حدا لتداعي مؤسساتنا الوطنية وتطلق عمل المؤسسات الدستورية وتفعل عمل الحكومة والمجلس النيابي وتؤمن المظلة السياسية والأمنية لحماية لبنان والنهوض باقتصاده الوطني وتجد حلولا للأزمات الاجتماعية المتراكمة. ولفت البيان النظر إلى أن الاتفاق جرى على متابعة الاتصالات مع باقي المكونات الوطنية والقوى السياسية للبحث في سبل إنجاز التسوية بأسرع وقت.
نقلت صحيفة الأخبار عن زوار رئيس تيار المردى سليمان فرنجي بعض انطباعات إيجابية عاد بها من باريس رغم تمسكه بإحاطة اجتماعه برئيس تيار المستقبل سعد الحريري بالغموض، إذ قال: لن أقول أنني اجتمعت به أو لم أجتمع، سأتركها مشكولة. ولاحظ فرنجي أن وجود جو إيجابي من خلال الحوار على الاستحقاق الرئاسي يجعلني أستمر خلف ترشيح العماد عون، ما دام مرشحا فلست كذلك، أما إذا وصلنا إلى يوم يبحث فيه في مرشح آخر فعندئذ سأختار نفسي. في المعيار السياسي الأحجام تختلف، للعماد عون كتلة من 20 نائبا بينما كتلتي من 4 نواب، هناك توازنات سياسية لا يمكن تقييم حجمي كحجم العماد عون، حتى وإن أحبني الشارع الشيعي فذلك لا يعطيني أفضلية في الخيار السياسي على العماد عون، وهو موقف السيد حسن نصر الله والرئيس بري، أنا خلف العماد عون. وصف الرئيس تمام سلام لقاءات باريس بالإيجابية انطلاقا من الأصداء الجيدة التي نسمعها عنها، مؤكدا أن أي اجتماع أو حوار تفاهمي ثنائي أو جماعي بين القوى اللبنانية مرحب به إذا كان يصب في مصلحة البلاد وخيرها. وأكد سلام في تصاريح صحفية أنه لا يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل بلورة كل عناصر حل النفايات، لافتا إلى أن الوزير أكرم شهيب يتابع معه هذا الملف عن كثب ويتفرغ له، خصوصا أن عامل الوقت ضاغط ولم يعد مقبولا التأخر في إيجاد الحل. طلاب المربي حسن يقطعون الطريق أمام ثانويتهم احتجاجا على استغلالها تجاريا. احتجاجا على بيع مبنى ثانوية المربي حسن الحجي الملعب الكائن في شارع 200 في طرابلس وتحويله إلى مبنى تجاري، نفذ طلاب الثانوية اعتصاما أمام المبنى حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت. نحن عم نتعلم مدارس رسمية، أقل حقوق لنا أنه نتعلم بهاي المدرسة. نحن هاي المدرسة ما حدا يتجرأ يجي يمس فيها لأنه رح يكون نحن بوشهم، يعني يروحوا يشيلوا النفايات اللي عندهم تحت بيوتهم بعدين يجوا يشيلوا المدرسة الثانوية اللي عم تبي الأجيال، بأنه عم يتم تفريغها تدريجيا وعم يتم تهجير طلابها منا وعم يتم ترحيلهم على مدارس ثانية بفعل ضعف وتناسق وتنسيء أفراد الهيئة التعليمية، منهم متناسقين مع بعض مع الإدارة، في مماحكات سياسية عم تصير بقلب الثانوية. نحن بنطلب من وزير التربية ومن مدير التعليم الثانوي إنشاء خلية أزمة يوضعوا إيدهم على ثانوية الملعب. ونشد المعتصمون وزير التربية الياس بوصعب الإبقاء على المبنى وعدم تشييد مئات الطلاب. أحييكم من جديد. قتل قاض وثلاثة رجال شرطة وأصيب 12 شخصا في انفجارين استهدفا فندقا في مدينة العريش شمالي سيناء. وذكر التلفزيون المصري أن الانفجارين استهدفا فندقا يقيم فيه قضاة يشرفون على الانتخابات البرلمانية في مصر، مشيرا إلى أن الانفجار الأول ناتج عن سيارة مفخخة تلاه انفجار ثان بعد 10 دقائق. وأشارت سكاي نيوز عربية إلى أن المستشار عمر محمد حماد قتل في الهجوم وأصيب مستشاران آخران. ونقلت القناة عن شهود ومصادر أمنية قولهم إن انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة حاول الاقتراب بها من المدخل الرئيس للفندق الذي يوجد أمامه حاجزان أمنيان، فتخطى الحاجز الأول قبل أن تطلق قوات الأمن النار باتجاهه، ما أسفر عن انفجار السيارة قبل وصولها إلى المدخل الرئيس. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا عالميا من مخاطر السفر لمواطنيها في أنحاء العالم كافة بسبب ارتفاع التهديدات الإرهابية. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى معلومات حالية تبعث على الاعتقاد بأن داعش والقاعدة وبوكو حرام ومجموعات إرهابية أخرى تواصل التخطيط لهجمات إرهابية في مناطق عدة، مشيرة إلى الاعتداءات الأخيرة في فرنسا ونيجيريا والدنمارك وتركيا ومالي. وتابعت الخارجية الأمريكية أن السلطات تعتقد أنه لا يزال هناك إمكانية لوقوع اعتداءات إرهابية طالما أن أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية يعودون من سوريا والعراق. كان في العناوين: تركيا تسقط طائرة حربية روسية في ريف اللاذقية،
فلسطيني يدهس 4 إسرائيليين في الضفة. وكاري يصف العمليات الفدائية بالإرهابية. ختام النشرة، الموعد يتجدد في النشرة المسائية. إلى اللقاء.